بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الاستوديو التحليلي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. ماتش النهاردة طبعا مش هيكون سهل، مش هيكون سهل نتيجة الظروف المحيطة بيه. في تطور طبعا في أداء الطلائع الفترة اللي فاتت، وكمان مركزه أو ترتيبه في الدوري العام هو في مركز صعب شوية، فعايز يهرب من المركز دوت. واعتقد ان احنا هنشوف النهارده مباراه جيده. نادي الاهلي بيقدم اداء جيد جدا الفتره اللي فاتت باستثناء الخساره المفاجئه من سيمبا التنزاني، وكمان طلائع الجيش عنده طموح والفتره اللي فاتت تطور اداؤه بصوره كبيره جدا مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، وبيقدم كوره هجوميه مع الكابتن عبد الحميد في الفتره الاخيره. قبل ما اتكلم عن ماتش النهارده عايز اتكلم مع حضراتكم في اكتر من موضوع. الموضوع الاولاني روح العيله الواحده. روح العيله الواحده ده اللي بقصد بيه عيله النادي الاهلي، هو ده سلاح النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت كلها. العيله الواحده ما بقصدش بيها لعيبه وجهاز ومجلس اداره، لا ما بقصدش كده خالص، واكلم حضراتكم يعني اوضح، بقصد بيها جمهور، مجلس إدارة، جهاز فني، لعيبة. هو ده سلاح النادي الأهلي. خلي بالكم أنا عايز أقول لكم حاجة. في أوقات كتير جدا ما بنبقاش في أحسن حالاتنا الفنية، ولكن المنظومة اللي جوه النادي الأهلي، المنظومة اللي جوه النادي الأهلي بالجمهور ومجلس الإدارة، الجهاز الفني واللعيبة هي اللي بتنجحنا. هي اللي بتنجحنا. أنا عايز أتكلم قبل ما أتكلم على موضوع ضغط المباريات، عايز أتكلم في حاجة بسيطة جدا شفتها الفترة اللي فاتت ولازم أتكلم عليها. حتة الهجوم اللي على، بمجرد ما خسرنا ماتش سيمبا، حتة الهجوم اللي على الجهاز الفني وعلى اللعيبة. ما إحنا قلنا قبل كده، ما اللعيبة دي اللي من شهرين والجهاز ده الفني ده اللي من شهرين هو اللي جايب لنا 3 بطولات. أنا هعتبر الدوري كان منتهي من فترة. برونزية كأس العالم دي عندي بطولة. برونزية كأس العالم للأندية دي تعتبر بطولة. فأنت بطولة أفريقيا جاية لك بعد 7 سنين عجاف زي ما بنقول، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم. مين اللي جاب الحاجات دي؟ أنا بس عايز أرد على اللي بيهاجموا الفترة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات ده كله هجوم عجيب جدا، هجوم قاسي على مستر موسيماني وعلى اللعيبة. أنا عايز أسأل سؤال واحد بس، سؤال واحد بس. أحيانا مش عايز أقول على طول، أحيانا البعض بيخطئ، أنا بخطأ، أنت بتخطئ، اي حد فينا ممكن يعمل حاجه، كموظف بتخطئ، كمدرس بتخطئ، كطالب بتخطئ، كلنا بنغلط. وانت لو ما غلطتش مش هتتعلم، انا لو ما غلطتش مش هتعلم، كلنا كده. انت بتغلط ولكن لازم تستفيد من الخطا بتاعك ده. ولو جينا اتكلمنا على مستر موسيماني، الراجل عنده خبرات كبيره جدا في عالم التدريب، عادي ممكن يخطئ، عادي ممكن يبقى هو حاطط في دماغه طريقه معينه وبعد كده يتضح ان الطريقه دي ما كانتش مناسبه للماتش ده. اختيارات، ممكن يختار لعيبه معينه يطلع بعد كده ان هو اخطا في الاختيار. ايه المشكله؟ انا عايز اعرف ايه المشكله. انت راجل جايب معاك 3 بطولات في اقل من شهرين او يا دوبك شهرين. ايه اللي حصل لما خسرنا ماتش؟ انا مش عايز اقول ان انا سعيد ان انا خسرت الماتش، لا، مفيش اهلاوي سعيد بخساره ابدا. مفيش اهلاوي يزعل يفرح لخساره فريقه ابدا. لا، انا زعلان ومن حقكم انكم تزعلوا، ولكن تعالوا بقى نبص للناحيه الايجابيه. الناحيه الايجابيه انت واخد كل البطولات الفتره اللي فاتت، واخدها في وقت بسيط جدا. البني ادم او النفس البشريه، ده طبيعه النفس البشريه. انت لما تحس ان انت واخد كل البطولات، لا، عايز ارصد ودن شويه فوق فوق. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله، ونقول للهزيمه الحمد لله. الهزيمه مش سعيد عشان الهزيمه،
محدش اهلاوي يبقى سعيد لهزيمه النادي الاهلي، لا. انما هي جت في وقت مناسب، الهزيمه جت في وقت مناسب جدا بعد سلسله من الانتصارات. بصوا اتعودنا في الكوره كده، بعد سلسله من الانتصارات او البطولات اللي هي ورا بعض دي لازم هيحصل حاجه، لازم. طبيعه النفس البشريه لما العمليه بتمشي مره واثنين وثلاثه وتبقى الامور ماشيه معاك وعمال تكسب وعمال تجيب بطولات، برضو انت بتحس بنفسك شويه. بس ربنا بيحبك، ربنا بيقرص ودانك، بس بدري شويه، بدري. وربنا بيحبنا كلنا. انت بقى لو بتحب ربنا، ده ربنا بعت لك رساله، الرساله دي انت بقى اشتغل عليها. يعني يبتدي بقى من الرساله دي ترتب الاوضاع، شوف ترتيب الادوار، الحاجات اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت مثلا وفيها قلق شويه، لا انا ابتدي ابص على ايه اللي كان بيحصل. يعني كلنا كلنا كجمهور، كجهاز فني، كلعيبه، ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. ليك الحق انك تزعل، ليك الحق انك تزعل، بس ما تنساش يا جماعه، احنا لما بنقعد نتفرج على المباراه وحاطين رجل على رجل وقاعد والتلفزيون قدامي وبتشرب كوبايه الشاي ولا حد بيشرب السيجاره وعمال تقول يا اخي ده مش عارف مين ده، كهربا عمال يضيع، يا اخي ده كهربا لازم يتغير الشوط الثاني، وبعدين تلاقي كهربا جاب جول، يقول يا ده الواد كهربا ده هداف، ما انت كنت بتقول كهربا يطلع، مش عارف محمود وحيد ايه، مش عارف السوليه، وبعدين تقول لا والله ده فعلا كان لازم يقدر. طيب ما بالك بقى بالمدير الفني اللي هو تحت ضغط ال 90 دقيقه واكثر من 90 دقيقه في المباراه، وفي حاجه كمان تحت ضغط بعد ما بتكسب، ده في النادي الاهلي، تحت ضغط لما تتعادل، تحت ضغط لو لا قدر الله خسرت، دي طبيعه العمل في النادي الاهلي. ما تجيش تقول لي بعد ما واحد جاب ثلاث بطولات لا والله اصل هو برضه ايه؟ اشمعنى لما جاب لك الثلاث بطولات ما كنتش بتقول حاجه؟ طبعا مش هو، يعني مش عايز انسب الفضل لمستر موسيماني لوحده، لا انا بتكلم عشان الهجوم اللي كان على مستر موسيماني واللعيبه الفتره اللي فاتت. احنا بنتكلم على جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي طول عمره هو سر نجاح النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي هو طول عمره سر نجاح النادي الاهلي. ودي عيلة النادي الاهلي بالجمهور. الجمهور نمرة واحد، وبعدين يجي اي حاجة تانية بعد كده. هي دي عيلة النادي الاهلي. عيلة النادي الاهلي الفترة اللي جاية، انا بكلم الجمهور، بكلم كل من ينتمي للنادي الاهلي، الفترة اللي جاية عندنا ضغط كبير جدا 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 في المباريات. لو حضرتك جبت جدول المباريات هتشوف النادي الاهلي تقريبا الفترة الجاية هيلعب كل 3 ايام مباراة، ما بين دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، لا ولسه كمان منتظرين تحديد السوبر الافريقي امام نهضة بركان المغربي، سمعنا ان 28 مايو مش عارف قالوا بعد كده مش عارف كام مايو، هتلاقي الفريق بيلعب في 4 بطولات في وقت واحد، دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي، ولسه مستنيين كمان السوبر المحلي. ده الكلام ده اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب لما عمل جلسه مع اللعيبه اول امبارح عن اهميه الفتره اللي جايه والطموحات بتاعه جماهير واعضاء النادي الاهلي اللي لا تنتهي وما بتقفش عند عدد معين من البطولات، لا، لان الجمهور كله عنده ثقه في عناصر الفريق دي كلها، عنده ثقه في مجلس الاداره، عنده ثقه في الجهاز الفني، فالكل بيتمتع بثقه الجميع، ثقه الجماهير طبعا، وكمان الفريق بيضم بين صفوفه لعيبه متميزه جدا وبيقودوا جهاز فني زي ما اتكلمنا من شويه على درجه عاليه من الكفاءه والخبره. كل المنظومه دي بتعمل تحت اسم وشعار النادي الاهلي او عيله النادي الاهلي. اللي بينتمي للنادي الاهلي بيبقى عليه عبء كبير قوي. اسم النادي الاهلي بيحمل كل فرد انه يبذل اقصى ما عنده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره اللي في كل حته في العالم. على كل المستويات. ودايما جمهور النادي الاهلي بعد ما بيطالبنا بالبطوله وتجيب البطوله يقول لك استعد بقى لايه؟ للمرحله اللي جايه. احنا عايزين البطوله اللي جايه.
بيحطك تحت ضغط. احنا تعودنا على كده، واحنا احنا حابين قوي وبنحب الحاجات ديت، وبنحب ان احنا نفرح جمهورنا، وبنحب ان احنا نلعب تحت ضغوط. هو ده البطل. ما كانش النادي الاهلي بقى اسمه النادي الاهلي ببطولاته، بقيمه، بمبادئه، بتاريخه العظيم. الفريق النادي الاهلي بيطلع من تحدي يخش على تحديات تانية. قدامنا الفترة اللي جاية تحديات عديدة جدا جدا جدا، سواء على الصعيد المحلي او الصعيد القاري. ده كان الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم، ده كان جزء من اجتماع الكابتن الخطيب مع الفريق والجهاز الفني بعد العودة من تنزانيا مباشرة، لان المرحلة اللي جاية فعلا محتاجة جهد مضاعف. في ظل الضغوط اللي احنا بنلعب فيها كل 3 ايام ماتش وبتلعب في 4 بطولات، تعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتركيز بالإصرار بالطموح اللي عندك ان شاء الله تحصد ال4 بطولات دول. وكمان عندك السوبر المحلي، هو لسه ما حددش، بتاع طلائع الجيش زي ما قلت لحضراتكم. احنا كلنا منتظرين تحديد الميعاد بتاعه. عايز اتكلم بقى في موضوع تاني. طيب قبل ما نخش على الموضوع التاني، نروح لزمايلنا في استاد الاهلي والسلام، نشوف ايه الاخبار عندهم. إيه فاروق صلاح وكريم احمد. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا كريم. يلا فاروق اتفضل. يا فاروق قول لي اخر الاخبار عندك ايه يا حبيبي. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، كل التحية لضيوفك الكرام من هنا، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من استاد الأهلي والسلام. خلاص قبل دقائق من انطلاق المباراة اللي هتجمع ما بين فريق النادي الأهلي وطلائع الجيش ضمن الجولة 14 للدوري المصري. زي ما أنت عارف يا كابتن أيمن، خلاص قفلنا الأجواء الأفريقية، بنستعيد الأجواء المحلية بعد غياب دام لأكثر من 30 يوم منذ آخر مواجهة جمعت ما بين النادي الأهلي وفريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوي. يعود النادي الاهلي للاجواء المحليه. كان طبعا كابتن ايمن المباراه النهارده بتقع تحت تنظيم النادي الاهلي، شايفين يعني منتهى تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه، الملعب يتزين ان شاء الله لاستقبال هذا اللقاء. طبعا بدايه جديده للنادي الاهلي، خلاص بعد مباراه سيمبا قفلنا المباراه بكل ما فيها، ان شاء الله ان تكون دي البدايه. مستر بيتسو موسيماني كان حريص بالامس ان هو كان اجتمع مع اللاعبين قبل المران الاخير في محاضره فيديو، وقف على اهم نقاط القوه والضعف فريق طلائع الجيش، وقال انها ناخد من اللقاء اليوم ان يكون بدايه ان شاء الله للمباراه القادمه، خاصه انها هتبقى بروفه قويه قبل مواجهه فريق فيتا كلاب في المباراه القادمه في دور المجموعات لدور ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي لا زال بيعاني من الغيابات يا كابتن ايمن، زي ما انت عارف غياب لعلي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن وناصر ماهر للاصابه، عوده ناصر، طبعا ناصر ماهر اللي كان شارك في المران بالامس، غياب احمد رمضان بيكهام ورامي ربيعه للرؤيه الفنيه المستر بيتسو موسيماني. النهارده طبعا بيدير طاقم التحكيم في هذا اللقاء بقياده الحكم الدولي محمود البنا، وبالمناسبه دي اول لقاء يديره الكابتن محمود البنا لفريق النادي الاهلي هذا الموسم. بيعاونوا في هذا اللقاء هاني عبد الفتاح مساعد اول، رضا جبر مساعد الثاني، الحكم الرابع عباس حسن، واثنين حكام فيديو وائل مجدي ومصطفى عثمان. يعني كان وصول لفريق طلائع الجيش لملعب استاد الاهلي والسلام كان في تمام الساعه 6:45، بينما وصول للنادي الاهلي كان في تمام الساعه 6:00. النادي الاهلي النهارده تشكيل النادي الاهلي يا فاروق الاحمر في شيء اقدر اقول لحضرتك تشكيل النادي الاهلي في هذا اللقاء ده حاليا دلوقتي يا كابتن ايمن. فضل. بيمثل النادي الاهلي النهارده في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه 4 في اليمين محمد هاني، في الشمال أيمن، في الشمال محمود وحيد، 2 مساكين أيمن أشرف وبدر بنون، نص الملعب حمدي فتحي وعمر السولية، قدامهم محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايه ومحمد شريف. ده التشكيل اللي أعلنه مستر بيتسو موسيماني منذ لحظات. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء يا كابتن أيمن. بإذن الله حبيبي، متشكرين جدا يا فاروق، وبإذن الله على تواصل لحد آخر المباراة بإذن الله. كريم اتفضل يا كريم، قول لي اخر الاجواء عندك وطلائع الجيش اخبارها ايه؟ مرحب بيك يا كابتن ايمن، اكيد
كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يعني كل مره بنقول تحدي جديد لفريق النادي الاهلي، الاهلي وطلائع الجيش على استاد الاهلي والسلام. يمكن لو بتكلم اكيد على طلائع الجيش، كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني عنده طموح كبير اكيد، وانت عارف يا كابتن ايمن الفريق اللي بيواجه النادي الاهلي هي مباراه بطوله، بعيدا عن الترتيب وبعيدا عن اسم الفريق اللي بيكون في جدول الدوري، هي مباراه بطوله، فاللعيبه اكيد بتبذل مجهود كبير، لكن منتظرين المردود الكبير جدا من لعيبه النادي الاهلي النهارده في المستطيل الاخضر، تكون بدايه جديده للاصرار والجديه ان شاء الله تبان النهارده في هذه المباراه، وبشخصيه النادي الاهلي نقدر نحسم هذه المباراه. لو بكلمك على اخر اخبار فريق طلائع الجيش واستعداده لهذه المباراه، تم اختيار 18 لاعب في قائمه مباراه اليوم بالنسبه للكابتن عبد الحميد بسيوني، لكن يمكن عندهم عناصر راجعه من غيابات، يعني هم يمكن في بطوله الدوري العام 1-1 سموحه، ويمكن مباراه الكاس القناه 3-1 فازوا على فريق القناه، لكن كان غايب عمرو جمال وناصر منسي وعمرو السيسي، بيعودوا النهارده لقائمه الفريق. عنده كمان غيابات عديده في صفوف الفريق، كابتن عبد الحميد بسوني، خالد سطوحي ومحمد جمال وعلي الزهدي وحسام ايبونا وحسن مجدي وباسولوس بازيز ومحمد شحاته، لكن اكيد الاستعداد كان جيد لهذه المباراه. الفريقين وصلوا كالعاده في نفس الميعاد قبل المباراه بساعه ونصف، كل الامور يا كابتن ايمن ماشيه بشكل طيب بالنسبه لاستاد السلام، للتنظيم كل الامور دي، انت عارف هي تنظيم مباراه النادي الاهلي، فما بيبقاش في اي امور بتعوق الفريقين، وايضا كمان وسائل الاعلام المتواجده اللي بتنقل هذه المباراه، لكن في النهايه اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده في هذه المباراه. والاهم من كده كابتن ايمن اخد من كلامك، هو جمهور النادي الاهلي اللي لابد يكون له دور كبير جدا خلال المرحله اللي جايه، السند الكبير والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي واللي بيساعده على تجاوز اي عقبه بتقابل النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله النهارده تكون مباراه جيده تليق باسم النادي الاهلي، اداء ونتيجه ان شاء الله كابتن ايمن تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله كريم، وكل التوفيق للنادي الاهلي، والف شكر لزمايلنا الاعزاء فاروق صلاح وكريم احمد من ملعب المباراه. خش بقى على النقطه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، حته انسجام الصفقات الجديده، وانسجام الصفقات الجديده، والصفقات الجديده بالذات ليها دور كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في صفوف الفريق، زي ما شفنا مثلا الفتره اللي فاتت والتر بواليا لما دخل. بس انت عندك يعني استعجال قوي عليه، هو لعيب كويس، لعيب امكانياته لسه ما ظهرتش بنسبه حتى 60-70%، بس هو لعيب كويس ولعيب نوعيه لعيبه النادي الاهلي، وهناك قناعة بمستواه والجهاز الفني مقتنع بيه جدا، بس جاي هو دخل في فترة غيابات كتير جدا جدا جدا. على فكرة لما يكون في فترة انت حاسس فيها ان انت كل ماتش بيغيب عنك لعيب واثنين وثلاثة واربعة، برضو دي بتأثر شوية، بتعمل هزة شوية. زي ما احنا بنقول دايما اي حد بيلبس فانيلة النادي الاهلي، ايوه صح مظبوط، بس في لعيبه مؤثره انت بتبقى انت كلعيب لسه جاي داخل على الفرقه محتاجها في الملعب، عايزه تبقى متواجده في الملعب، وده اللي هنشوفه الفتره الجايه ان شاء الله، وهتشوفه باذن الله مستوى اعلى من والتر بوالي. شفنا بدر بنون ورا، يمكن بدر دخل على طول في المنظومه، دخل بسرعه جدا وتفاعل مع اللعيبه بصوره كويسه قوي، بدر لعيب كبير قوي، لعيب بيلعب بمخه، ده نقدر نقول عليه مايسترو فعلا. كان في زمان عندنا مايسترو كابتن حسن حمدي، يمكن معظم حضراتكم ما تعرفوهوش او ما حضرتوش كلاعب كوره. بدر كمان في النوعيه اللي بتلعب بدماغها. بدر لما نيجي نشوف بعد كده ان شاء الله، لما نيجي نجيب الارقام هتلاقي بدر من اللعيبه الكبيره قوي اللي نسبه نجاح التمريرات بتاعتهم مثلا 90-95%. عشان كده جمهور النادي الاهلي على طول، جمهور النادي الاهلي ده جمهور ذواق جدا 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 جدا. تاني ماتش ولا تالت ماتش طلع عليه قال لك السلطان. صحيح هو سلطان الدفاع. ودلوقتي بدر في قمه الانسجام مع زمايله ياسر وايمن اشرف ورامي ربيعه وسعد سمير، وكمان معانا كمان طاهر محمد طاهر اللي بقى ليه دور محوري. وانا بقول لكم طاهر كمان، انا من وجهه نظري يعني على قدي في الكوره، بس معلش انا من وجهه نظري طاهر هيكون له دور اكتر كمان في الفتره اللي جايه مع لعيبه النادي الاهلي، ويوم بعد يوم بتلاقي مستوى طاهر عمال يزيد، وقريب جدا هيكون له دور في منتخب مصر مش في الاهلي بس، لان طاهر من نوعيه اللعيبه التقال، لعيبه عنده موهبه، عنده ثقه، عنده شخصيه في الملعب، عنده امكانيات كبيره جدا، واللي عنده الامكانيات الكبيره دي ودخل جوه النادي الاهلي هينسجم بسرعه جدا مع لعيبه النادي الاهلي. الجزئيه بقى اللي هي اللي احنا دايما متعودين بقى نشوفها
بعد مباراه الاهلي لاعب مثلا يتالق او يجيب جول في النادي الاهلي، تلاقي الصحف كلها بتتكلم تقول لك ايه ده النادي الاهلي عامل مفاوضات معاه، وناس تقول لك ده خلاص ده وقع للاهلي، وناس تقول لك لا اصل هو كمان كلموا معاه بعد الماتش على طول واتفقوا معاه على كل حاجه وناقص بس ايه يا جدعان؟ مين اللي بيجيب الكلام ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ومين اللي بيفاوض فلان وعلان مين اللي بيفاوض الحاجات دي؟ مين اللي بيجيب الكلام ده؟ بتجيب الكلام ده منين؟ انا بتكلم على اللي حصل الثلاث اربع ايام اللي فاتوا على اللعيب اللي هو نمره 11 ماكسيمو دوت اللي هو بتاع موزمبيق اللي هو كان بيلعب في سيمبا اللي جاب هدف سيمبا الماتش اللي فات. صحف تنزانيا ومصر بتتكلم عن ان الاهلي بيفاوضه. هو حضرتك عرفت منين ان النادي الاهلي بيتكلم معاه؟ اتاكدت منين؟ هو انا واحد يروح كاتب ولا يقول في برنامج نروح كلنا نمشي وراه؟ النادي الاهلي على فكره عايز اقول لكم حاجه، النادي الاهلي ما عندوش حاجه بيخبيها. النادي الاهلي طول عمره كده ما عندوش حاجه بيخبيها. النادي الاهلي لو في مفاوضات وعايز حد بيقول، حتى لو ما بيقولش بيقول بعدها، بس مش التوقيت ده. مش ده التوقيت. ده كلامي ما بيقللش من كفاءة اللاعب، ما بتكلمش على اللاعب دلوقتي، أنا بتكلم على الإشاعات. لكن الأهم هل النادي الأهلي فعلاً فعلاً في تفاوض مع الراجل ده دلوقتي؟ هل النادي الأهلي محتاجه في المركز ده؟ النادي الأهلي يا جماعة بيجيب حسب احتياجاته. مش مجرد لاعب جاب جول أو تألق يبقى خلاص نجيبه. ده الأسبوع اللي فات. بعد ماتش سيمبا اللي في تنزانيا. وشفنا شوية أخبار على الأهلي اللي يقول لك مش عارف إعارة كهربا، أصل كهربا هيمشي الموسم اللي جاي، أنت جبت الكلام ده منين؟ طب حضرتك عارف اللي هيحصل الفترة اللي جاية إيه؟ طب قول لنا. يعني قول لنا إيه اللي هيحصل تاني؟ ده خلي بالكم هم بيلعبوا برضو زي ما قلنا وبقالنا 3 4 أسابيع بنقولها، بيلعبوا على حتة الشكوك ويوصل لك إحباط ويعمل لك بلبلة جوه. لا أنا كجهاز فني كلجنة فنية كابتن محمود الخطيب على رأس مجلس الإدارة، يعني ما اقدرش اتكلم على كابتن محمود الخطيب. يعني انت عندك منظومة عارفة هي عايزة ايه، احتياجاتها ايه، واسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، هم عشان كده بس عمالين يعملوا اشاعات، لان النادي الاهلي مجرد اسمه بيجيب ويبيع، بيبيع ويجيب مشاهدة. انما الحقيقة خدها من النادي الاهلي، ما تاخدهاش من اي حد بره. اي حد بره يروح جاي يقول لك جمله وخلاص، تلاقي ايه كله مشي على الجمله دي، وكل يقول لك اه ده احنا عرفنا كذا واحنا. طب جيب الكلام دي منين؟ انت عايز تعمل احباط، عايز تعمل بلبله، مش هيحصل. جمهورنا واعي جدا، جمهورنا واعي جدا، واللي مش واعي وبيمشي ورا الحاجات دي انا بقول لكم خلي بالكم ما تمشوش ورا الاشاعات دي. الاهلي طول عمره بيحدد احتياجاته على مدار الموسم، لكن ده بيبقى عن طريق ايه بقى؟ الجهاز الفني نمرة واحد هو اللي يقدر يقول انا عايز ده عايزه، واللاعب ده انا مش محتاجه الفترة اللي جاية، فايه اخرجه اعارة، اشتغل بره كويس ونجيبه تاني. وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل بقاله كتير جدا مع النادي الاهلي، او يمشي يروح يشوف نادي تاني. كل ده مين اللي بيقوله؟ واحد في برنامج؟ صحفي في جورنال؟ لا، كل اللي مسؤول عنه مستر موسيماني هو اللي بيقول، مش حضرتك اللي بتقول. ولا حضرتك لا فاكر لما تكتب اي خبر او تقول في البرنامج بتاعك او اي برنامج تفتكر ان ده ضغط عشان يحصل فعلا؟ لا طبعا، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. وعايز اقول لجمهوره، جمهور النادي الاهلي عودنا دايما على الحلوه والمره معا. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه حسني، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. الله يخليك ايمن، منور الدنيا. الله يخليك كابتن، الله يخليك. كابتن اسامه عرابي منورنا. اهلا وسهلا بيك ايمن. اهلا وسهلا. كابتن عادل عبد الرحمن منورنا. كابتن اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. كابتن اسامه حسني منورنا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بيك كابتن، الله يخليك.
كابتن شريف، يمكن انا اللي اتكلمت في الانترو على حته روح العيله، ودي قلما تلاقيها في حته تانية، بدايه من الجمهور الى اصغر عامل في النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك كويس قوي في الحته دي، لان انا عارف انت قد ايه اهلاوي، قد ايه مطحون ومعجون باسم النادي الاهلي، وقد ايه احنا كلنا بجمهور النادي الاهلي بنحب النادي الاهلي قد ايه. لا، ولاعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الناس كلها بتشتغل عشانها يعني. فالحقيقه احنا الفتره اللي فاتت دي من الحاجات الجميله قوي اللي احنا عدينا فيها، ثلاث بطولات صحيح، ولا احلى ولا اجمل من كده. صحيح. ربنا وفقنا توفيق كبير قوي في كاس عالم الانديه، وعشان تعرف ان احنا ناس كويسين وناس بنعرف ربنا كويس قوي، ربنا كرمنا اخر كرم في بطوله كاس العالم للانديه. صحيح. خلانا نتفوق تكتيكيا ونتفوق ذهنيا ونتفوق نفسيا على البرازيل وكولومبيا واسيا، واصطدمنا بحائط العالم كله بيصطدم بيه دلوقتي، بايرن ميونخ، وكان ايجابيات فيها كتير قوي في وسط البطوله دي. فخلاص بقى انت فرقتك بمؤسستك كلها عودوا الجماهير على مرحله نجاح كلها. صح. مرحله كلها مكاسب الحقيقه. فلما بيحصل لك دروب زي ماتش ضد فرقه من افريقيا، انت فيها اصلا البطل، انت المشهود لك من اقوى البطولات اللي انت خدتها السنه اللي فاتت، كانت بطوله عالميه بصراحه بالنسبه لنا احنا. انا كنت بقول كل ما اطلع هنا في النادي يا اسامه اقول ايه، انا عايز اخد البطوله دي، مش عايز اخد حاجه. مظبوط. مش عايز اخد حاجه ثانيه يعني، خلاص انا ساتسفايد. كلنا كنا انا كشريف الاهلاوي اللي انت تقول عليا، انا مبسوط. متعطشين البطوله دي باي طريقه يا اخي، انا مبسوط بالوضع ده. صح. انا وربنا بيكرمنا اكتر، لان احنا ناس الحمد لله بنعرف ربنا كويس قوي، وبنعرف ازاي مؤسستنا تاخدنا من المحليه والافريقيه والعالميه. ناس بتشتغل على قدم وساق كلهم زي ما انت قلت، من اول عامل لغايه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل الموجودين يعني المحترمين. ف صعب قوي انت لما تتغلب ماتش فجاه كده، وبعدين بدون اعذار وبدون اي حاجه، الدنيا كلها تتقلب. صحيح. تقول لك انت اتغلبت ومش قادر تمشي في الملعب. طب يا جماعه الرطوبه، يا جماعه نقص الاكسجين، احنا نفسنا نقول الكلام ده وما بنديش اعذار لنفسنا. مظبوط. لان احنا عودنا الناس على كده يعني. مظبوط. خلاص يعني ما بقاش في مرحله لازم نبقى قاسيين على نفسنا. صح. احنا اللي حطينا نفسنا في هذا الوضع، احنا اللي ما ينفعش. لازم تفضل ماشي كده زي ما انت بتقول، وشفتك في الانترو مفيش اي حاجه بتحصل، انما مباراه كويسه. انا اتغلبت المباراه دي، انا قلت ليه ايجابياتها هتعود عليا بالكتير قوي. بعد اذن حضرتك بس هقول حاجه، احنا زعلانين من الهزيمه، ولكن من الشكل، برافو عليك، ولا ومن الهزيمه طبعا، ولكن زي ما حضرتك بتقول هي ممكن تكون جت في توقيت مناسب جدا، توديني في حته ثانيه، انما مش سعده بالهزيمه، انما هي جت في توقيت مناسب فعلا. انا محتاجها زي ما اتغلبت في بايرن ميونخ، وركزت في بالميراس، ركزت بتركيز ايه، وطمعت في بالميراس، ورحت الملعب الناحيه الثانيه وضغطت عليه زي ما ضغطت اول شوط في الدحيل. صحيح. يعني انت عندك شواهد، عندك حاجات، احنا بنفضل نقارن دايما بجميع المباريات، بجميع المواقف، بجميع، حتى بنتدخل دلوقتي في شغل مستر موسيماني، انت بتلعبش ليه باربعه؟ ايوه 4-4-2، انت ما بتلعبش 4-3-3 ليه؟ ما تلعب بفرودين، انا زعيم الحكايه دي. ايوه صح. انت بالك؟ بتمنى دايما الحاله الشرسه الهجوميه لفرقتي. أيوة. اني املك حسين الشحات ومجدي قفشه وجونيور ومحمد شريف وبواليا وكهربا، ها؟ أو املك كتيبه، ببقى عايزهم. أيوة. كلهم فين؟ في خط ال 18. مظبوط. فبتتخبط يا ايمن في بعض الاجواء، وفي ناس كتيرة بتحب تنول منك وتفرح انك انت خسرت. صح. ما عشان كده ربنا بيكرمنا اكتر. صح. عشان كده احنا عمرنا بنتمنى خسارة اي حد. صحيح. احنا بنبص في ورقتنا بس، زي ما احنا بنشتغل دلوقتي، زي ما هنبص في ورقة طلاع الجيش، اللي انا يعني انا حزين على ده طلاع الجيش بهذه اللعيبة المحترمة اللي موجودة فيه. أي. دوم لعيبة جامدة جدا. لما هنتكلم في الفنيات بعدين. لما انت ما تقلقش خالص غير من شكل النادي الاهلي دلوقتي اللي بيحافظ. صحيح. على التفوق اللي هو فيه. ايوه. ومن حق البطل انه يتغلب او يتعادل. هو الدنيا بتقوم وتقع. وارد في كل حاجه. الزمالك اتغلب بالمحله في مباراه، الزمالك متسيده تماما. أيوة. حد كان يقول المباراه دي تخلص كده؟ وعلى المستوى العالمي بنشوف ريال مدريد وبرشلونه والبايرن.
وبتكلم مع عالمي وبتكلم كل وقت صحيح. وفرق عندي هنا في الدوري زي بيراميدز مش ممكن يكون دي نتائجها. فاحنا عشان احنا الحمد لله قشينا الحكايه كلها زي ما بيقولوا صحيح. وخدنا البطولات ولسه عندنا بطولتين كمان يمكن ربنا يوفقنا فيهم باذن الله. فهتلاقي دايما الدنيا عليك احنا اول الناس اللي بنعاتب على نفسنا وبنصلح صح. من نفسنا. وانا شفت سمعتك وانا داخل بتقول كابتن محمود جاب الاسره وقعد يتكلم. دي قعدة احنا كده زي ما احنا خمسه كده بنقعد احنا نتكلم في عيلة. في الامور الشخصيه صح. وفي الحاجات دي ما فيش بدون علام يعني لا حد هيعرف يعمل الضربه بتاعت موسيماني دي ولا حد هيعرف صحيح. يعمل انه يجيب واحد من افريقيا لافريقيا في نفس الوقت ده وياخد بافريقيا صحيح. لا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ده شغل انا نفسي اللي انا يعني بيقولوا كنت من اسرع الناس ومش عارف ايه ما اعرفش. الراجل ده برمج الحكايه كلها صحيح. في وقت صغير جدا الحمد لله ربنا وفقه ووفق الدنيا عشان جماهير النادي الاهلي العظيمه دي صحيح. تعرف الدنيا ماشيه ازاي والحق موجود فين. صحيح كابتن اسامه يمكن حضرتك لعبت فتره كبيره جدا في النادي الاهلي ومليئه بالبطولات ويمكن من اكتر اللعيبه اللي كانت مخلصه جدا في الملعب كعاده لعيبه النادي الاهلي وحاسس فعلا بقيمه عيله النادي الاهلي. ماذا تعني هذه الكلمه يعني بالنسبه مش بالنسبه لنا بقى بالنسبه للناس كلها؟ يعني انا حاجه ما شفتهاش غير في النادي الاهلي. لا حاجات كتير. النادي الاهلي اولا بتلاقيه واقف اكتر لما الظروف بتبقى اصعب او بيحصل خساره بطولات او هزايم وكلنا مرينا بالموضوع ده. زي ما احنا بنكسب كتير قوي 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 سواء بطولات او ماتشات بيجي لنا خساره زي ما زي طبيعه الكرة في العالم كله. مظبوط. يعني بايرن ميونخ اللي هو متسيد الدوري في ألمانيا وبطل أوروبا وبطل أندية العالم لما رجع ألمانيا اتعادل ماتش 3-3 واتغلب ماتش بعد تاني كده. بعد كده مظبوط. فده وارد في كرة القدم. مش معنى انه خسارة مباراة في مجموعة ان دي تبقى يعني نهاية العالم. نهاية العالم ده طبيعي في كرة القدم. و اللي انا متوقعه في المجموعه دي بعد ما شفت مستوى الفرق اللي موجوده انا بقول لك واكد لك ان شاء الله النادي الاهلي هينهي اول باذن الله اول المجموعه دي باذن الله لما يجي في مباراه ترتيب المباريات حتى في صالحنا. لا لا ان شاء الله الاهلي اقوى كمان يعني حتى في ماتش سيمبا اللي الاهلي ما كانش في احسن حالاته كان الماتش ممكن ينتهي على الاقل تعادل. فلما بيحصل هزيمه طبيعه النادي الاهلي ببطولاته الكبيره زي ما الفرحة بتبقى كبيرة قوي 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 زي ما أقل حاجة هزيمة أو كده بتبقى كبيرة قوي في عيون الجماهير أو الاستوديوهات التحليلية أو النقاد عامة اللي بيتكلموا. فدي قدر النادي الأهلي. النادي الأهلي بقى في الظروف دي بتلاقيه متكاتف أكتر صح. وهتلاقي وإحنا على طول كنا بنقول يعني حظ الفرق اللي بتلعب بعد هزيمه للنادي الاهلي بيبقى سيء. يمكن لو في الامور الطبيعيه الاهلي بيكسب بيجي يلعب فرقه بيبقى حظ الفرق الوحش الفرقه اللي تيجي لنا بعد هزيمه. ف بتلاقي كلام من كل الناس سواء من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب طبعا تاريخ كبير في كره القدم كونه بيجتمع بال زي ما الكابتن شريف قال باللعيبه او بالجهاز او كده ده اجتماع كانه في العيله ده طبيعي انه يقول بعد خبراته ليهم يحفزهم يفهمهم ان لسه احنا واخدين برونزيه العالم وعاملين انجاز كبير. اللعيبه نفسها القديمه هتلاقيها لوحدها بتتجمع عشان تلم نفسها بسرعه لانه احنا دي البطوله المفضله لينا الدوري العام واحنا لينا مؤجلات حوالي 4 مباريات لو ان شاء الله كسبناهم هنبقى نركب الاول تاني زي طبيعه النادي الاهلي يعني بطولتنا المفضله. فالنادي الاهلي على طول متكاتف الحمد لله داخل الجهاز الفني من مجلس اداره للجنه الكوره داخل الجهاز الفني للاعبين اللي هم الادوات الاخيره اللي كل الناس بتشتغل لها عشان تأدي في احسن حالتها وتكسب بطولات تسعد بها الجماهير اللي هو الهدف النهائي للنادي الاهلي اسعاد الجماهير يعني صحيح. فالواحد شاف النادي الاهلي حاجات كتيره جدا وتعلم حاجات كتيره جدا من ساعه ما
دخلت النادي من 81 لغايه 99 وانا لاعب، ثم حوالي اربع او ست سنين في من اربع لست سنين كنت في مساعد لبعض الاجهزه زي مستر مانويل جوزيه، زي مستر مارتينيول، زي سوبل، يعني كتير. فكل السنين ديت اكتر من 25 سنه الواحد اتعلم فيها حاجات كتير، منها ان احنا متكاتفين جدا جدا جدا، وبالذات في وقت لما بيحصل لك لا قدر الله هزيمه في بطوله او حتى في مباراه واحده، بتلاقي صحيح. الناس متكاتفه جدا صحيح. فان شاء الله النادي الاهلي يرجع لبطولته المفضله النهارده ويقدم مباراه كويسه النهارده ويحقق المطلوب باداء جيد وفوز ان شاء الله النهارده باذن الله رب العالمين. يمكن من الحاجات اللي انا برضو كنت عايز اتكلم فيها، ويمكن اتكلمت فيها في البدايه مع كابتن اسامه، ولكن هو اتكلم في كذا نقطه، حته عيله النادي الاهلي. عيله النادي الاهلي بتحسها في تواصل الاجيال مع بعض، يعني مش بتحسها وهم في الملعب بس، لا بتحسها بعد كده بعد ما بيبطلوا التواصل، حتى مش لعيبه مع لعيبه، لا لعيبه مع لعيبه، لعيبه مع اجهزه، لعيبه مع مجلس اداره، لعيبه مع رئيس مجلس اداره، لعيبه مع جمهور. احنا دي حاجه موجوده عندنا بس في النادي الاهلي. كابتن عادل، يمكن حضرتك لعبت فتره في النادي الاهلي ولعبت ومرنت في انديه تانية لها كل الاحترام، اللي انا بتكلم عليه ده اكيد مريت بيه في النادي الاهلي وشفته بره النادي الاهلي. طب يا كابتن خليني اخدك في حته لازم كلنا نعترف بيها، البطل في كل مكان، الصغيره تتقبل له قوي والكبيره تتصغر له قوي. دي حقيقه يعني. ايوه اديك شفت كاس العالم قبل ما نلعبه للانديه، ده كاس ملوش لازمه، مش معترفين بيه، ده النادي الاهلي بيلعب بطوله سهله جدا، ايه كاس العالم للانديه دي؟ دي واحد. النادي الاهلي لما يجيب الثالث يقول لك احنا ممكن نعمل حاجه كويسه، نكسب الباير ولا الحاجه، الناس كلها تتكلم على كده. ايوه طيب احنا ايه اللي مقوينا كنادي اهلي؟ كباتن اتكلموا في كل حاجه وانا مش هعيد الكلام، العائله واحده والحاجات دي كلها، لا انت محترف. دايما بتشتغل باحترافيه. عمر ما الحب لوحده، ها؟ عمر ما الحب لوحده صح. ينجحك. علشان الناس ما تاخدش في دماغها ان النادي الاهلي بيشتغل بالحب والعيله والحاجات دي، لا، والنادي الاهلي محترف. طبعا. النادي الاهلي فيه احتراف، النادي الاهلي فيه كيان لفرقته، النادي الاهلي اللي ثوابت في كره القدم، النادي الاهلي اللي ثوابت اداريه، النادي الاهلي بيحاسب اللعيبه كويس قوي، اللعيب بيقدر يجمع جماح نفسه لما بيغلط، دي حاجه ثانيه. اللعيب لازم يعرف انه وان واي، لازم يكسب بس. فكل الحاجات دي نابعه من احترافيه النادي الاهلي فوق الكلام اللي الكباتن اتكلموا عليه، مش هعيد، لكن الاحترافيه الحقيقيه. يعني انت اتكلمنا واكتر من مره وانا بعني الكلام اللي بقوله، ما قعدش عليك دي ساعه فرقتك من غير مدرب بعد فايلر. ايوه وده النجاح. ليه بقى؟ واقولها وازيدها واعيدها، لان اوضه اللبس من اهم عناصر النجاح في كل فرقه في العالم. اوضه اللبس لما بيحصل فيها بلبله وكلام كتير، ايه اللي بيحصل؟ الفرقه ما بتركزش. انت ركزت ورحت خدت بطوله افريقيا، وبعدين رحت خدت كاس العالم، رحت اشتغلت مع في كاس العالم الانديه، خدت مركز ثالث ومركز كويس قوي، لعبت ثلاث ماتشات صعبين، نزلت على المريخ، كسبت المريخ في مصر، وخرجت خسرت من تنزانيا، واتكلمنا في امر تنزانيا ده كتير من الاحوال، قلنا ان اجهاد وحاجات كتيره من هذا القبيل، لكن في الاخر روح النادي الاهلي هي السيده مع احترافيه النادي الاهلي. ده اللي وجهه نظري، ان احنا بلاش نقعد كتير نتكلم في حته صحيح. الحب وبس، لا انت مش بتحبه بس صحيح. انت بتشتغل وانت محترف قوي. مظبوط. ولولا انك انت محترف عكس الانديه كتيره قوي في مصر، ما كانش نتائجك تبقى بالشكل ده، ما تبقاش انت متسيد جميع البطولات. مظبوط. كابتن اسامه، اخيرا الكابتن محمود الخطيب في كلامه مع اللعيبه والجهاز الفني الفتره اللي فاتت كان محور حديثه عن عيله النادي الاهلي وروح عيله النادي الاهلي، هو ده اللي دايما بيجمع النادي الاهلي. خلي بالك يا كابتن ايمن، يعني الخساره وارده في الكوره صحيح. يعني انت النهارده انت بتلعب
كوره انت بتكسب بتتعادل بتخسر. لكن جمهور النادي الاهلي اتعود دايما على المكسب. مظبوط. او الجيل اللي قبل الجيل دوت تعود اللعيبه على المكسب، فخلاص الجمهور بقى متشبع دايما بالمكسب، ان انا عايز كل مباراه يكسب فيها النادي الاهلي، حتى لو بلاعب بطل العالم او بطل اوروبا بايرن ميونخ، فعايز اكسب. لما بتخسر بتزعل وده طبيعي، لكن النهارده ساعات الخساره بتصحح لك الطريق. ممكن اكون ماشي في طريق وانا بكسب في عندي اخطاء مش ظاهره. فالنهارده لما الخساره بتيجي في وقت مناسب، انا لسه في دوري المجموعات، في بدايه دوري المجموعات، ده بيبقى شيء مهم جدا ان انا اعدل المسار مره اخرى قبل فوات الاوان. صح. فالنهارده انت لما تكسب المريخ بتيجي مباراه خارج ملعبك، والنهارده لما بتلعب خارج ملعبك النهارده انت بتدي رساله للفرق الثانيه في اسلوب لعبي، في قوتي خارج الملعب، ان الفريق اللي بياخد بطوله بيبدا من خارج ملعبه مش من ملعبه. وده اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت امام الهلال السوداني. مزبوط. امام صن داونز بره، امام الوداد. علشان كده قلنا البطوله بتاعت النادي الاهلي. صح. الحمد لله النادي الاهلي عنده سكواد، فرقه محترمه جدا، عنده الناس اللي قاعده بره على الدكه، وده نجاح الفريق زي المستوى الناس اللي موجوده في على في الملعب. وده شفناه وانت بتاخد بطوله افريقيا، شفناه وانت بتحقق كاس العالم البرونزيه، الانجاز اللي ما اتحققش من 2006 انت بتحققه بالجيل ده، انه يقدر يحط اسمه في تاريخ النادي الاهلي. فالنهارده خلي بالك في فريق ممكن تلاقيه قايم على لاعب او اتنين، لما بيغيبوا عن التيم الدنيا بتتاثر. تخيل انت المباراه اللي فاتت غايب عنك لعيبه اساسيه، عندك طاهر، عندك علي معلول، انا مش عايز يعني انسى حد، حسين الشحات من العناصر الاساسيه، حتى ايمن اشرف نزل في ايمن اشرف خلي بالك يعني ده هو نزل في الاخر ان هو ما كانش جاهز لسه 100% عشان ما كانش بيتمرن. فانت عندك عناصر اساسيه النهارده، وليد سليمان طبعا من القوه الضربه، اتكلم عن نص فرقه، التغييره اللي بتنزل لك تغيرك يعني المباراه في اي وقت. مظبوط. فانت وصلاح محسن. فانت النهارده لما بتتكلم في كل العناصر دي ومش موجوده، بتقول برضو النادي الاهلي يكسب بره، وطبعاً النادي الاهلي يكسب بره. فساعات دايما احنا نبص لها بالناحيه الايجابيه، ممكن يكون الخساره في مباراه حافز ليك انك تكمل. خلي بالك السنه اللي فاتت كان في خساره لينا، كانت هدف ان احنا ناخد بطوله افريقيا وناخد برونزيه كاس العالم، كانت خساره امام الزمالك 3-1 كان دوري المجموعات للنجم الساحلي مش كده، في بطوله الدوري. في الدوري، بطوله الدوري، اتكلم على الدوري، انت خلاص انت حسمت الدوري. ايوه. لكن النهارده خسارتك المباراه بدات تتعدل مسارك في اتجاهات اخرى. أيوه. وحافز اكبر للعيبه علشان أيوه. البطوله الجايه اللعيبه يعني خلينا نكون احنا كلنا لعيبه كوره، اللعيبه بعد ما خدت بطوله افريقيا كاس مصر برونزيه كاس العالم تحس انهم كانوا لسه طايرين. صح. خلاص بقى يعني. صح. الخساره دي هتخلي كل واحد رجليه تنزل. صح. على الارض وتلمس الارض. صحيح. وتعرف انا فين بقى. صح. دي طبيعه النفس البشريه يا كابتن، عشان ابدا اشتغل تاني. صحيح. لدوافع تانيه وبطولات تانيه اخرى. مظبوط يا كابتن اسامه. طيب تعالوا نروح نشوف تقرير المباراه، ونرجع بقى مره تانيه مع ضيوفنا الكبار عشان نتكلم على تشكيل الفرقتين الاهلي وطلع الجيش. يعود الأهلي مساء اليوم الأحد للمشاركة المحلية من جديد بعد غياب دام 33 يوما، نظرا لمشاركته في كأس العالم للأندية بجانب مبارياته الإفريقية في دور الأبطال. آخر مشاركة للأهلي في الدوري أمام بيراميدز يوم 26 من يناير الماضي. ويلتقي المارد الأحمر في 7:30 مساء على ملعب الأهلي وي السلام مع طلائع الجيش في الجولة 14 للدوري، في لقاء يسعى من خلاله حامل اللقب والأكثر تتويجا به للفوز والعودة لمكانته الطبيعية على القمة، خاصة وأنه يمتلك 3 مباريات مؤجلة، حيث خاض 9 مباريات جمع خلالهم 21 نقطة. ويدخل الأهلي المباراة رافعا شعار الفوز ولا بديل عنه للمضي قدما نحو استعادة قمة الدوري كخطوة أولى للحفاظ على اللقب المفضل لدى الجماهير الحمراء. ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بعد غياب بسبب الإصابة طاهر محمد طاهر، ومعه حسين الشحات الذي غاب عن مباراتي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بسبب الإيقاف، بجانب الاعتماد على بعض العناصر الأساسية مثل الحارس العملاق محمد الشناوي والسلطان بدر بانون في خط الدفاع، بجانب السلية وحمدي فتحي في وسط الملعب،
وتبقى كل الخيارات متاحة أمام موسيماني في الشق الهجومي، حيث يمتلك ذخيرة مميزة من اللاعبين أمثال أجايي، محمد شريف، بواليا، كهربا ومروان محسن. وفي المقابل يدخل طلائع الجيش المباراة وهدفه عدم الخسارة أملاً في الخروج من منطقة الهبوط، خاصة وأن الفريق يحتل المركز 14 برصيد 12 نقطة. ويعتمد عبد الحميد بسيوني المدير الفني على جهود عدد كبير من اللاعبين الأكفاء على رأسهم أحمد سمير وعمرو جمال وناصر منسي ومهند لاشين لإيقاف خطورة لاعبي الأهلي، سعياً وراء الخروج من النفق المظلم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام صاحب برونزية مونديال الأندية. ندخل بقى على تشكيل النادي الأهلي النهاردة. محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال محمود وحيد، اتنين اللي في القلب بدر بنون وأيمن أشرف، اتنين خط وسط دفاعي عمرو السولية حمدي فتحي، خط الوسط الأمامي جونيور أياي، ناحية اليمين حسين الشحات، 10 محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد قدام محمد شريف. هنقولها مرة تاني: محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، محمود وحيد ناحية الشمال، اتنين اللي في القلب بدر بنون وأيمن أشرف، دامهم اتنين خط وسط دفاعي عمرو السولية وحمدي فتحي، خط الوسط الأمامي جونيور أجايي وحسين شحات على الأطراف، ومحمد مجدي أفشة في القلب وقدام محمد شريف. البدلاء علي لطفي، ياسر إبراهيم، كهربا، مروان محسن، أليو ديانج، سعد سمير، أكرم توفيق، بواليا، طاهر محمد طاهر. تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام لحراسة المرمى، ناحية اليمين أحمد هاني، ناحية الشمال محمد ناصف، اتنين اللي في القلب علي الفيل أحمد علاء، بيلعب قدامهم ثلاثي خط الوسط الدفاعي مهند لاشين، عمرو السيسي، مصطفى جمال، خط الوسط الأمامي إبراهيم كونيه وأحمد سمير، وقدام مهاجم وحيد عمرو جمال. هولا مرة تانية: محمد بسام، أحمد هاني، ومحمد ناصف طرفين، ناحية اليمين وناحية الشمال، اتنين في القلب علي الفيل وأحمد علاء، دمهم ثلاثة وسط دفاعي مهند لاشين، عمرو السيسي، مصطفى جمال، دمهم اتنين وسط أمامي إبراهيم كونيه، إبراهيم كونيه وأحمد سمير، وقدام عمرو جمال كمهاجم. البدلاء: محمد شعبان، اسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، اسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، فرانك ستيفن، ومحمد شحات. كاب شريف، نروح بقى الماتش النهارده، وبعد ما شفنا تشكيل الفرقتين، شايف ماتش الاهلي وطلائع النهارده ازاي؟ انت شفت البدلاء اللي انت قلت عليهم بتوع طلائع الجيش ده؟ دول فرقه لوحدها يعني. حاجه زيك بالظبط، وفي مجموعه منهم كانوا اساسيين. زيك بالظبط، وشكله كده النهارده بيعمل بتوازن بتوازن كبير قوي. صحيح. بيبتدي بيه المباراه على اساس انه بقى زي النادي الاهلي، عنده كتيبه اخرى قاعده في نفس البدلاء، يقدروا يدوك 40 دقيقه او 30 دقيقه في اخر المباراه يغيروا شكل الدنيا كلها. صحيح. التغييرات النهارده في الوجوه مش في الطريقه. ايوه، نفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها 4-2-3-1، مع تعليمات ومع معطيات من الفريق ورغبه. النهارده ان الاول مره باذن الله هتبقى الحاله، اعتقد ان هي هيبقى فيها روح تانية خالص في الشوط الاولاني. هيبقى في رغبه تهديف، هيبقى في رغبه دخول منطقه الجزاء وانهاء الهجمه بكافه التركيز اللي موجوده في فنون كره القدم، من المواهب اللي موجود، كل واحد اللي بيعرف يعدي، اللي بيعرف يلعب كره عرضيه سليمه، اللي بيشوط، كل العناصر دي. اعتقد ان الاثنين ثلاثة ستة الأماميين دول هيكونوا على جنبهم محمد هاني ومحمود وحيد، هيكون عندهم النهاردة تركيز شامل في إزاي إنهاء المباراة من أول شوط، من أول المباراة في أول ربع ساعة. لأن اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله والحالة اللي طلعنا بيها ماتش سيمبا، هو ده اللي هيبان عندك في 45 دقيقة الأولانية. هو ده شكل الضغط اللي انت هتضغط بيه، شكل الامتصاص اللي بيلعب بيه طلائع الجيش، انه بيلعبك بقى العكس 4-3-2-1.
يعني هو حاسس النهارده انت هيكون عندك مزبوط. رغبه تانية، هيكون عندك شكل تاني مظبوط. فاحنا كل اللي بنتمناه اتكلمنا على كل اللعيبه في كل المستويات من اول محمد الشناوي لغايه محمد شريف، عليهم النهارده مسؤوليه ان الكلام اللي بنسمعه في الجماهير بره والكلام ليه ما بيلعبش محمد شريف، ليه ما بيلعبش قفشه، ليه ما فين حسين الشحات ما جاش، عمرو السوليه وحمدي فتحي مسمارين، ولما بيخش عليهم ديانج بيبقى الدنيا بتدي امان اكتر. فكل ده عندك اذا كان قوام اساسي موجود في الملعب دي النهارده او خارج الخطوط. المطلوب يا كابتن ايمن النهارده من كل الحكايه دي ثقه اللعيبه ترجع نفسها تاني بعد المباراه بتاعت سيمبا. النهارده انا ممكن يكون خرج مني احساس معين وشكل معين انا مش هعود عليه. من اول 10 دقائق 5 دقائق انت بتستلم الكوره ومفيش ميز باص كتير، مفيش عندك كونتر اتاك، ما عندكش اي ازعاجات من الفرقه الثانيه، وانت اللي لاعب بالضغط، ضغط اللي مستر موسيماني من اول ما جه عود عليه. فهو ده اللي انا بتمناه النهارده، ان اللعيبه تشوف بعض، اللعيبه تتحرك لبعض كويس قوي بجميع الفنيات بجميع الاشكال اللي احنا بنلعب بيها. النادي الاهلي معروف ان هجومه ونص ملعبه ودخوله منطقه الجزاء بيريح الاطراف اللي هي عندها حريه كامله وعندهم حريه تغطيتهم حتى لما بيطلعوا قدام من نص ملعبهم. فالحاله دي بتاعت حسين الشحات ومحمد هاني والسوليه ومجدي قفشه النهارده وجونيور ومحمد شريف، هم دول اللي هيبرمجوا لك الشكل اللي الناس كلها بتتمناه، اللي انا نفسي شخصي بتمنى، اللي هي دخول باكثر من لاعب داخل خط 18. فانا يعني بتمنى ان كل اللي انا بقوله او بحلم بيه في الشوط الاولاني يكون موجود في مباراه اليوم، يكون موجود مترجم في شكل ايه. انت تيجي تسالني في اخر النص ساعه دي هتقول لي في اهداف النهارده ما اعرفش ايه، لا انا عايز يكون في هدف واثنين وثلاثه، هدف لاعاده ثقه اللعيبه لنفسهم عشان يعرف يلعب بقى في الملعب من بدايه المباراه، يعرف يلعب في الملعب بقى. عايز يرقص يرقص، عايز يعمل باص ان بتوين يعمله، محمد شريف يدي مساحه للناس اللي بتلعب وراه وثقه. انا النهارده لما بثق في اللعيب اللي قدامي اقدر العب له زي ما انا عايز. ثقه اللعيبه في بعض، تحركات اللعيبه لبعض، العب العب العب. انت ليه بتلعب في النادي الاهلي ولابس تيشيرت النادي الاهلي؟ انك انت على قد المسؤوليه، صح؟ عندك امكانيات تاهلك لكده، فهي روحك النهارده اللي هتخلص الحكايه باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، يمكن ماتش صعب خصوصا انه جاي بعد هزيمه من سيمبا، وكمان ظروف فريق طلائع الجيش في جدول الدوري. يمكن لو تفتكر واحنا كنا في الاستوديو مع بعض، احنا قابلنا طلائع الجيش في نهائي كاس مصر، يمكن كان الجهاز غير الجهاز، كان معاهم كابتن طارق عاشري، بعد كده جه الكابتن عبد الحميد بسيوني. بس الكابتن عبد الحميد بسيوني بيتعامل بواقعيه جدا مع الماتشات اللي زي دي. ما فيش شك الفرقتين ظروفهم يعني النادي الاهلي جاي من هزيمه، يعني الناس مش ما كانتش متوقعه ده رغم انه موجود في كره القدم. فهيبقى في دوافع غير طبيعيه، واحنا قلنا النادي الاهلي بالذات كمان لما بيجي من هزيمه بيبقى شرس جدا. صحيح، دي نقطه. نفس الشيء طلائع الجيش موقفه في الجدول صعب، مش على ما يرام يعني صعب. صحيح الكابتن عبد الحميد بسيوني لما جه ابتدت الامور تتعدل، ولكن اخر ثلاث ماتشات اتهزم من بيراميدز، تعادل مع المقاولين، وتعادل اخر ماتش مع سموحه. فالنتائج اتهزت تاني شويه. وفي فرق عامله مفاجآت من الفرق اللي كان متوقع ان هي تبقى تحت قوي، فعامله ضغط على فرقه طلائع الجيش. النهارده كابتن عبد الحميد بسيوني واضح انه بيلعب بواقعيه كبيره، لانه عارف انه بيلعب النادي الاهلي، حاطط ثلاثه ارتكاز في وسط الملعب، مهند لاشين وعمرو سيسي ومصطفى جمال. هو معظم الماتشات اللي فاتت كان بيلعب 4-2-3-1، ان هو قعد ساعات كان بيبقى اسلام محارب، واسلام محارب هو اللي مع ابراهيم كونيه واحمد سمير وعمرو جمال او ناصر منسي، كان بيحط مهاجم زياده او واحد تحت راس الحربه زياده. صحيح. فهو النهارده بيلعب 4-3-2-1، هتبقى اقرب ل 4-5-1 مظبوط، وهيلعب على هجمات مرتده. عشان كده انا بقول لك هو دايما بيبقى واقعي جدا في المباريات اللي بيلعبها مع الفرق الكبيره وخصوصا النادي الاهلي. وزي ما قلت لك كمان، وظروفه كمان الصعبه هتخليه كمان حريص كمان اكتر. يعني يمكن هو لو كسبان اخر مثلا ماتشين ولا حاجه هينزل مش قلقان قوي بجرأه حتى لو صحيح. خسر، لكن هو هيبقى متحفظ شويه وهيلعب على احمد سمير وابراهيم كونيه وعمرو جمال في هجمات مرتده، مساعده من ناصف، مساعده من هاني البكرايت، وحاطط ثلاثه ارتكاز قلنا في نص الملعب. النادي الاهلي عكس، النادي الاهلي في المباراه الاخيره لعب 4-3-3
كان بيلعب باكرم توفيق وحمدي فتحي وديانج في وسط الملعب واثنين قدامهم واحد اللي هم كهربا وجونيور اجايب واليا. النهارده رجع للطريقه اللي هي معظم ماتشات النادي الاهلي بيلعب بيها اللي هي 4-2-3-1 وقعد خمس لاعبين ودفع بخمس لاعبين مختلفين عن المباراه الاولى. يعني حط ايمن اشرف جنب بدري بنون وده في معظم الماتشات بيحصل. ابقى على محمود وحيد ومحمد هاني في الطرفين. لاعب عمرو السوليه وحمدي فتحي اتنين ارتكاز زي ما كان عامل في كاس العالم للانديه. ورجع للوضع الطبيعي مجدي قفشه وجونيور اجاييه ورجع لحسين الشحات ناحيه اليمين ومحمد شريف اللي بقاله فتره طويله ما كانش بادئ. وانا اعتقد انه دي كمان مهمه لانه شريف كان بادئ بشكل كويس قوي في الدوري ويمكن قعد اكتر من مباراه اتهز فيها شويه فجات له الفرصه تاني انه يستعيد بريقه اللي هو كان قبل الماتشات بتاعت كاس العالم. فمستر موسيماني رجع ل 4-2-3-1 وواضح ان هو عايز يضغط ضغط كبير من قدام. وهتلاقي تملي مجدي قفشه ضاغط مع شريف لقدام مع جونيور اجاييه مع الشحات على اساس انه يحاول يجيب هدف مبكر، خاصه ان احنا معظم ماتشاتنا كانت في الفتره الاخيره الاهداف بتتاخر للشوط الثاني. فاعتقد ان هيبقى في كثافه وضغط من الامام من بدايه اللقاء. بس طبعا محمود وحيد ومحمد هاني عليهم دور كبير جدا جدا النهارده. يمكن دورهم شويه في مباراه سيمبا كان قليل من النواحي الهجوميه. فنرجو ان شاء الله ان محمود وحيد ومحمد هاني يساندوا الرباعي الامامي بشكل كويس باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب هنروح لفاصل وبعدين بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع الكباتن الكبار كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه حسني. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، في ضوء تشكيل النادي الاهلي النهارده شايف ازاي استراتيجيه مستر موسيماني من بدايه المباراه بناء على تشكيل النهارده وخصوصا تواجد محمد مجدي قفشه من بدايه المباراه؟ هو يعني هو رجوعه للطريقه المعتاده بتاعته، واحسن حاجه اتعملت الفتره اللي فاتت ال 48 ساعه اللي اتخذت اجازه ودي حاجه مهمه جدا كانت لعيبه النادي الاهلي محتاجينها. يمكن احنا اتكلمنا في اسباب الهزيمه الماتش اللي فات، الظروف الصعبه بتاعه السفر والثلاث مباريات والشرح اللي احنا شرحناه، ولكن النهارده رجعت لطريقتك المعتاده اللي هي 4-2-3-1. عندك حاجه كويسه قوي في الناحيه الهجوميه، عندك ثبات وعندك حركه وعندك مهاره وعندك باص. يعني انت محمد شريف عنده السرعات وممكن يروح على الجون بسرعته، جونيور اجييل الواحد اللي ممكن بيعمل محطه كويسه، محمد مجدي قفشه البصير اللي بيعرف يلعب الكوره بشكل كويس، حسين الشحات عنده المهاره وممكن يدخل لجوه ويبقى راس حربه تاني. الحاجه بقى المهمه، انت بتلعب فرقه النهارده فرقه يعني من حيث لازم نعمل مقارنه بينهم الاثنين كده عشان تعرف ان النادي الاهلي هيلاعب مين النهارده. يمكن الاثنين مثلا فرقه النادي الاهلي فرقه الجيش ترتيبها في التهديف من الناحيه التهديفيه 13 في الدوري لانها هي جايبه 14 هدف، فهي 13 في الدوري. حتى في الحته الدفاعيه برضو ال 13 في الحته الدفاعيه. معنا ارقامهم دلوقتي هتطلع هي مش الارقام لمجرد ان هي ارقام، لا انا بكلمك على الحته التهديفيه. كام فرقه هدفت اكتر منهم هم من في التهديف في الحته التهديفيه لانهم هم جابوا اجوان اقل من اللي دخل فيهم. أيوة. فهي دي مشكله. بيلعب فرقه جايبين 14 جول عليهم 17 جايبين 14 ويعني عليهم 17. يعني انت تقدر تقول ان هدف كل مباراه تقريبا ان ودفاعهم اقل من هجومهم. الحاجه المهمه اللي انت بتتكلم فيها يا كابتن، انت بتتكلم في فرقه كانت شغاله مع مدرب قبل طارق العشري وبعدين عبد الحميد بسيوني. عبد الحميد بسيوني بيتميز عن طارق العشري بحته يعني طارق متحفز قوي، لكن عبد الحميد عنده مرونه شويه. عبد الحميد عامل نتائج مش بطاله من ساعه ما مسك الجيش، يمكن بدا يكسب وبدا يلعب حاجه ثانيه. بس اعتقد لو ما بيلعب النادي الاهلي النهارده هيبقى في تحفظ شويه برضه يا كابتن عادل. اي فرقه يا كابتن بتلعب النادي الاهلي لازم تلعبك من الدفاع الاول وبعدين تشتغل على الهجوم، لانه بتستفز ملكاتك اللي انت النادي الاهلي ما ينفعش انه يدافع، النادي الاهلي ما ينفعش انه يسيب الكره ولازم يعمل ضغط عالي. والحاجات دي يمكن لازم نعرف ان الحاجات دي اتغيرت خلاص في التكتيك في العالمي. يعني الفرق الكبيره ممكن تسيب لك نص الملعب وتقف وسط الملعب، في فرق كتير السيتي والناس دي كلها بتسيب الملعب. يعني مش لازم عشان انت احسن فرقه في الدوري انك انت تبقى ضاغط على طول، لا، في تكتيك وكل فرقه وليها. النادي الاهلي عنده
احسن دفاع رغم ان هو لعب مباريات اقل من في فرق تانية والتاني في الناحيه الهجوميه. ولكن في الاخر انا عايز اقول لك يا كابتن الكوره بتعترف بالوقت بال 45 دقيقه وال 45 دقيقه. النادي الاهلي النهارده جاي عاوز هيتضغط في مباريات كتير قوي وبعدين هيدخل في افريقيا فلازم ان شاء الله ما يضيعش منه في مباريات المفترض انا مش بقول عليها سهل ما فيش حاجه سهله في كره القدم ولكن النهارده بالنسبه لفرقه طلاع الجيش فرقه بتعرف تخطف مباراه. وشكرا. شكرا كابتن عادل. كابتن اسامه اخيرا برضو في ضوء تشكيل النادي الاهلي عايز اعرف في حاجه بتضيع مننا دلوقتي اللي هي بدايات المباراه. يعني احنا كنا بنتميز بالبدايه اول ما بننزل الماتش الفرق اللي قدامنا بتبقى عارفه ان النادي الاهلي هيجيب جول في اي وقت من اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه. ودي حاجه مهمه جدا. صحيح. ودي لو احنا عددنا من اسباب الخساره امام سيمبا غير طبعا الحراره والكلام ده وانا يعني ما بعترفش بيه انك انت بتلعب حتى لو الفرقه الثانيه يعني متعوده على الاجواء لكن انت ده على الفرقتين. مظبوط. كان من اسباب العامل الخساره من سيمبا هي بدايه المباراه. صحيح. ما فيش البدايه اللي فيها قوه فيها نديه فيها ضغط على الخصم فيها الالتحامات دي كلها بدايه أيوة. المباراه بتكون مهمه جدا خاصه امام الفرق اللي بتسعى في الدوري كمان انها بتلعب عايزه تاخد منك نقطه نقطه بالنسبه لها هيكون مكسب انت النقطه بالنسبه لك لا يعني انت بتلعب دايما على الثلاث نقاط الهدف في بدايه المباراه او الفرصه بتركيز في بدايه المباراه بتقتل المباراه تماما مزبوط. بتخلي السيناريو اللي الكابتن عبد الحميد بسيوني بيلعب عليه او بيحطه من بدايه المباراه بيتغير تماما مزبوط. يبدا يبقى في تحرر اللعيبه تبدا المساحات تظهر تبدا الفرصه اللي انت بتجيبها تبدا الفرص بتظهر مزبوط. وتلاقي اهداف ثانيه فعلشان كده مباراه الدوري او مباراه النهارده محتاجين فيها هدف في بدايه المباراه النادي الاهلي النهارده دايما بعد خساره مباراه بتكون المباراه الاصعب هي المباراه اللي بعديها هي مباراه استعاده الثقه بالنسبه للجهاز الفني بالنسبه للعيبه شفنا المباراه اللي فاتت وانت ثالث العالم وانت بتاخد بطوله افريقيا وانت بتاخد كاس مصر وانت بتادي اداء رائع الناس طالعه بيك السما المباراه اللي فاتت الناس بتقول اقاله ولاعيبه والكلام ده طبعا ده كلام مش مظبوط ومش موجود في النادي الاهلي اللي بيضيع الكلام ده كله هي او بيعيد الثقه مره اخرى للجهاز الفني واللعيبه هو المكسب النهارده وبالبدايه زي ما انت حضرتك طبعا يعمل ايه بقى في ضوء التشكيل دوت بدايه النادي الاهلي النهارده لمستر موسيماني طب خلينا بس نقول قبل التشكيل الثلاث نقاط مهمين في مباريات زي النهارده بس عليهم طيب الثلاث نقاط جم مع اداء خير وبركه ما جوش مع اداء يبقى الثلاث نقاط هم الشيء الاساسي عندنا صحيح احنا عندنا الرباعي الامامي او الرباعي الهجومي محمد شريف يعني قبل قدوم ولتر بواليا كان هو من العناصر الاساسيه مزبوط. كان عنده ثقه كبيره جدا ودي نقطه محوريه في موسيماني حته تغييره مع ولتر بواليا صح. يعني ما كنتش هتفق معاه كان الدفع بولتر بواليا في وقت يكون مثلا مناسب ليه مزبوط. يبدا يستعيد الثقه يبدا يخش في جو الفريق مزبوط. لكن النهارده محمد شريف من العناصر الاساسيه لعيب عنده مهاره ودايما معجب بيه الكابتن شريف عبد المنعم يعني عنده ثقه وعنده حاسه التهديف بيجيد التحركات ومن انصاف الفرص بيقدر يسجل انا معجب بديانج كمان قوي ما ديانج عشان مش موجود النهارده في التشكيله الاساسيه ما انا كنت عايز اسالك يعني انا معجب بديانج قوي لا ديانج طبعا لعيب يا فندم الفتره الجايه لعيب لا غنى عنه بس يعني احنا انا بذلت ببحث على الامثل ايوه والناس حتى واحنا بنتكلم خلي بالك يا كابتن شريف الميزه يعني دلوقتي في الاهلي دايما بتبحث الناس انت لما تقول عمرو السوليه وحمدي فتحي تقدر تقول عمرو السوليه وديانج تقدر تقول حمدي فتحي وديانج فما عندكش دلوقتي خلاص مين بديل قلت ايه؟ ومين ديانج وديانج أساس ديانج واي حد أيوة. ديانج يعني صحيح الرباعي الامامي النهارده مهم جدا أيوة. جونيور اجايه مجدي قفشه حسين الشحات محمد شريف الضغط العالي النهارده مهم جدا من بدايه المباراه ما سيبش مساحه لفرقه طلاع الجيش انها تبدا تاخد ثقه تنقل الكرات من تحت لا ضغط عالي بخلي فرص بالتكمله الهجوميه صحيح. عن طريق محمود وحيد صحيح. ومحمد هاني وشفناها في مباراه المريخ قفشه لما دخل خد الزاويه البعيده حته التكمله في الكروسات العرضيه بتلاقي في واحد على الاولى واحد في النص واحد على البعيده ده الانتشار ده اللي بيخلق الفرص وده اللي بيخلي النادي الاهلي يقدر يسجل في بدايه المباراه ان شاء الله باذن الله رب العالمين
كبشيف هنشوف اهداف الشوط الاول، نتمنى نشوف اهداف الشوط الاول، لان اهداف الشوط الاول بتقلب كل حاجه لصالحه. ما عندناش حاجه النهارده غير ان احنا نشوف اهداف الشوط الاول ان شاء الله باذن الله. التوفيق يكون للعيبه كلها ان شاء الله في ترجمه كل الفرص الغاليه اللي بتجي لهم، ويبقى هو ده التعود باذن الله في جميع المباريات اللي جايه باذن الله. باذن الله ربنا. كابتن اسامه، شوف اهداف مبكره من النادي الاهلي ان شاء الله. اعتقد كده ان شاء الله، وفي نهايه اللقاء يبقى النتيجه ان شاء الله للنادي الاهلي. كابتن عادل، هنشوف شخصيه لعيبه النادي الاهلي من اول المباراه باذن الله. انا متاكد، لان الفتره اللي فاتت كنا بنجيب اجوان الشوط الثاني وبنبقى افضل الشوط الثاني، وكنت اتمنى ان الشوطين يبقوا زي بعض، اتمنى تهديف في اول الشوط الاول باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، هنشوف ان شاء الله اهداف مبكره. اتمنى ان شاء الله، اتمنى يفرق طبعا لو هدف في بدايه المباراه وفي الشوط الاول بغير شكل المباراه تمام باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الاول في المباراه ككل ان شاء الله النهارده. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.